كنت عايز انام. كنت، انما دلوقتي خلاص. لسه، بس انت واخده على خاطرك مني من المره اللي فاتت. وايه اللي مخليك واثق؟ عينيكي، عينيكي فتحاكي. امال ايه بقى اللي خلاك تأفور لما جيت لك المره اللي فاتت؟ جيتي لي في الوقت الغلط، فخدت الوش اللي مش هو. وايه بقى الوش اللي هو ده؟ عاجبين. وبعدين؟ بس انا مش بتاع حب. هاي هنقضي وقت حلو مع بعض، وبرضه كل واحد ليه دنيته. هفكر. توافقتي خلاص. هاتي هاتي، برنامج بتاعي هيبتدي. الجرايه بتاريخ، بتفرج على التمثيليه. تمثيليتي، بقول لك البرنامج بتاعي هيبتدي دلوقتي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. بصي اهو اهو، انا ايه الحكيم. ده بجد شبابك يا مصر، يعني ايه ده؟ مهتم بكل حاجه تخص الشباب. والله وانا اللي كنت فاكراكي بتهيس علينا. هيس؟ طب اتفرجي اتفرجي يا اختي، واننا لازم في السن ده نحقق حلمنا. يا نهار اسود، مالت طالعه على التلفزيون مالت كده، هتفضحينا في المنطقه. يا سلام، هو ده اللي همك صح؟ بدل ما تقولي لي مبروك وتفرحي لي، انت دايما كده على طول ما تقولي كلام ملوش لازمه. يا اختي ملوش لازمه، ما انت لو كنتي بتسمعي كلامي كان حوق فيكي، ما كنتش فضحتينا يا كلب. افضحكوا ايه بس؟ ما كفايه جهل وقرف بقى. هو انت يعني كنتي ظبطيه مع واحد في الشقه؟ ما انا اهو قدام الناس كلها اهو، ايه العيب في كده يعني؟ صح، ايه العيب في كده طبعا. وسيد اخوكي بقى عارف ولا هيجي يطربعها على دماغك وعلى دماغنا كلنا؟ يا ناس يا ناس، حرام عليكوا بقى، انا نفسي افرح. ده اللي عملته في شهور غيري ما عرفوش يعملوه في سنين. يا اختي يا مصيبتك يا نصرة، والله انا ما مصدقه. وليه لا يا نصرة؟ مش مصدقه ليه؟ آية تعبت وتستاهل توصل. مبروك يا آية، ألف مبروك. عارف انك اسرع واحد دخل بيتي؟ وده حلو ولا وحش؟ لا حلو ولا وحش، مقلق. ممكن يكون معناه اني هزهق منك بسرعه قوي، او هتعود عليك بسرعه قوي، والاتنين دمهم تقيل. طب انا اعمل لك ايه بقى؟ عايز تفضلي متعلقه؟ بحب قوي امشي على الخط اللي في النص بين التعود والزهق، هي دي المتعه اللي بجد. وعارفه ان انت زيها. ساعات كتير اللي نفسنا فيه بيسوق وبيخلينا فاكرين ان احنا شايفين كل حاجه كويس، بس في الاخر بيطلع فيستك. طب وانت بتعمل ايه بقى عشان ما يطلعش فستك؟ برسم لها كويس واتقل عليها لحد ما في الاخر بيحصل. عايز اقول لك ان المكان هنا حلو قوي، هيبقى لوكيشن هايل. بس يعني احنا ممكن نروح عندك على السطح ناخد شويه حاجات، وبعد كده ايه يعني ناخد كام لونج شوت كده للحاره وكده، يبقى تمام قوي. بص يا اخويا، انا من ايدك دي لايدك دي، بس بالنسبه بقى للتصوير في القهوه ده مش في ايدي. وبعدين خلي بالك، اصل الفيوزات ضربه ما بيننا، يعني مش مشكله، انا هظبط لك الموضوع ده.
ده ايه ده بقى يا اخويا؟ ده الورق اللي انا هقراه؟ لا طبعا، ده العقد. العقد اللي هنتفق ونمضي بقى. ايوه يعني هتدوني كام يعني؟ يعني هنديكي مثلا يعني 3000 في يومين تصوير. يا اخويا ولو النوم يعني مهلوقين عليا، بس ماشي ماشي. المهم بقى انا شكلي هيطلع ايه؟ بطله يعني ولا هعدي ظهورات؟ لا طبعا انت البطله. بص هو في كام رقصه معاكي، بس انت المهم، انت الفيلم كله عليك. يبقى خلاص على البركه يا اخويا. يلا عدم المؤاخذه يا عمنا، لما هي كل حاجه في الفيلم يبقى ازاي هتدوها 3 بواكل مؤاخذه؟ ايه يونيا في ايه؟ خليك معايا انا، سيبك من يونيا. عايزين يونيا في الفيلم يبقى تتفق معاها في المعقول. وده كام بقى المعقول ان شاء الله؟ 10 بواكي، ده اقل حاجه. ليه يعني؟ ده كتير جدا. بقول لك ايه، هم 10 بواكي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك لا في تصوير عند يونيا ولا في الحاره ولا في القهوه، وتاخد واجبك وحاجتك وتتكل على الله وما تشوفش وشك تاني. طب بقول لك ايه، هم 5000 وكده يبقى زي الفل. لا يفتح الله. خلاص يا معلم، نخليهم 7 وبارك الله في مرزق. ها قلت ايه يا استاذ؟ لا يحرن علي. بعدين خلي بالك ده كلامه سيف على رقبتي. موافق. وانا كمان موافق. امدي هتدي عربون. حاضر. هو البتنجان ده ناشف كده ليه؟ لولا ان انا محبوقه لك يا بنت في موضوع عمر كنت زعلت منك بجد في حكايتك انت وسيد. حكايه؟ حكايه ايه؟ هو قال لك حاجه؟ لا يا اختي ما قاليش حاجه. انا اللي عرفت كل حاجه. بقى حضني يونيا احن عليكي من حضني برضه. النبي يا اختي ما كنت دريانه بروحي. وبعدين انت من ساعه ما سن النبي حرص عمر ما بقى في ديلك وانت مش ملح. اجي انا بقى اقعد اعيط وانوح وشايلك الهم. وتعيطي وتنوحي ليه يا هبل؟ انت بتشتهي النكد والسلام. احمد يا اختي حكى لي على كل حاجه وقال لي ان الموضوع مش مستاهل يعني. ان شاء الله مش هيحصل اللي في دماغك ده. بس انت اهدي شويه، استهدي بالله. ونعمه بالله يا اختي، ما هو غصب عني يا نصر. الوحده وحشه والصبر مر. انت قلتي تعملي الفيلم ده على الجدع عشان تحنيني قلب، والحنين ما قدرش. جرالك ايه يا ولية؟ وانا هفول على نفسي وافسر في وشي عشان احنن قلب الراجل؟ بلا تفسري بلا نيل، انسي بقى. هو يعني كان حصل ايه؟ هو حد فينا بيعيش من غير وجع؟ لازم الواحد يدخل نفسه في اللي حل دنيته ومرارها. الو، ازيك يا راشا؟ ازيك يا حبيبتي؟ طب الحمد لله. انتوا فاضيين الخميس؟ طيب يا حبيبتي هظبط امور انا واقول لك. ربنا يتمم على خير يا عروسه ان شاء الله. بالسلامه يا حبيبتي. عروسه حماده الطيب. هو حماده خطب؟ اه، ما هو بعد ما قطع الامل فيكي وقعد